وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، يا طارق الخير، اليوم المعذرة من قطاع الصوت بالخطبة يعني، فنسأل الله أن لا يقطعنا عنه إن شاء الله. ذكرت لكم ذات مرة أن من أسباب السعادة للإنسان أن يكون سببا في سعادة الآخرين، تمام؟ وقيل في الحكمة المعروفة: أسعد الناس من أسعد الناس. وكلما أسعدت أكبر عدد من الناس كنت أكثر سعادة وأعظم سرورا وانشراحا. لكن يا طارق، ما هي الطرق؟ هي بدنا نكتبها، ما عندك هنا متأكد؟ ما هي الطرق والسبل لإسعاد الناس وإدخال السرور على الآخرين؟ أول هذه الطرق يا طارق أن تؤدي للناس حقوقهم، هي أول وحدة. ثانيا ألا تمنع عنهم حقوقهم. في فرق بين أنه أنا أدي لك الحق وبين أني كمان أمنع عنك الحق. ثالثا ألا تماطل في إعطائهم الحقوق. في واحد بيعطي لكن بماطل. طيب، وأعمال العباد في الشريعة يا طارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك به. طبعا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال طارق، أما كان الصحابة مشركين؟ طيب كيف الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به وكانوا مشركين؟ أما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ طيب الصحابة كانوا مشركين، كيف ما معنى الآية؟ نعم، شو يعني عند الموت؟ يعني ما ماتوا على الشرك، يعني ما ماتوا على الشرك. يعني ممكن واحد والعياذ بالله يشرك وبصير ملحد بصير مؤمن، المهم عندما يموت لا يموت على شركه. إذا واحد مات مثلا على كبيرة من الكبائر الله بيغفره، لكن لا يغفر إن مات على شركه، تمام؟ طيب، حقوق أعمال العباد في الشريعة على ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر الله منه شيئا، واحد. ثانيا قسم معلق على مشيئة الله، قسم معلق على مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وهي حقوق الله عز وجل. وقسم لا يغفره الله تعالى، هون الشاهد يا طارق، ولا بد فيه من القصاص، وهو حقوق العباد، أي ظلم العباد لبعضهم، حقوق الآخرين التي قد تكون بذمتك مادية معنوية قليلة كثيرة، لن يترك الله منها شيئا. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق إن أكلت وضيعت في الدنيا فستؤدى إلى أهلها يوم القيامة يرحمكم الله، ولن يضيع لأحد حق أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: يا طارق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني يقاد للشاة التي ليس لها قرن من الشاة التي لها قرن،
مع أن البهائم لا تعقل وليست مكلفة أصلا، ولكن ذلك حتى يرينا الله كمال عده حتى في البهائم وأنتم كرامة. فكيف ببني آدم حيث يقتص للمظلوم من الظالم؟ طارق، نحن صارنا تقريبا ثلاث دروس عن نركز على هالمسألة، لأن هناك يعني شك للأسف عم يتسلل لبعض الناس، أنه لما يرون المظالم ويرون الكوارث ويرون استعلاء الأسافل والأراذل على الصالحين وعلى العلماء والظالمين على هؤلاء المستضعفين، فيصير نوع من الشك، وهذا خطأ. ينبغي أن لا يشك الإنسان قيد أنملة بعدل الله عز وجل. يوم القيامة حتى بين يعني بين البهائم الله عز وجل يختص. وآخر سورة النبأ، شو آخر آية سورة عمّة يا طارق؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا. ليه؟ لأن الله عز وجل بعد أن يقضي وأنتم كرامة بين البهائم يقول لها كوني ترابا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ويؤدي صاحب الذمة غير البريئة الذي يأكل أموال الآخرين أو عقاراتهم أو أراضيهم وسائر حقوقهم سيؤديها إلى أصحابها يوم القيامة شاء أم أبى، فيؤخذ من حسناته إن كانت له حسنات وتعطى لحسنات من ظلمه، فإن لم تكن له حسنات أفنيت حسناته، أخذ من سيئات من ظلمهم حتى تطرح عليه في النار والعياذ بالله. هذا المعنى أنا ما بدي أدخل بتفسيره وشو معناته. الأصل هو تهديد من الله عز وجل لكل إنسان يشترع على ظلم الآخرين ويشترع على أكل حقوق الآخرين. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أروى بنت أويس ادعت على سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى والي المدينة مروان بن الحكم، فقال سعيد بن زيد، وهي حكيناها بالدرس يا طارق، قال سعيد بن زيد وهو الصحابي الجليل الذي امتلأ قلبه رهبة من الله تعالى وهو أحد المبشرين بالجنة، قال لمروان: أنا كنت آخذ من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. يا لطيف. يقول راوي الحديث: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد ابن زيد، وبينما هي تمشي في الدار فمرت على بئر في الدار فوقعت فيه فكان قبرها. شاهد، سيدنا سعيد ابن زيد من المبشرين بالجنة، وراحت واحدة عم تقول له: أنت أخذت لي الأرض تبعي. قال: أنا معقول سمعت النبي عم يقول اللي بياخذ شبر من أرض مو له الله بده يطوقه فيها إلى يوم القيامة إلى سبع أراضي؟ مروان الحكم لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنا ما بدي بينه. فدعا، قال: إذا كانت صادقة، إذا إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. شاهد وين الظلم، ظلمات. البارحة إحدى الأخوات عم تخبرني، الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني واحد بيصلي وبيصوم وكذا، مثلا القانون كان فيه شغلة بيسموها القسمة الميرية أو العثمانية، إنه كانوا الأراضي مثلا يوزعوها للذكر مثل الأنثى، تمام؟ فلما يكون المبلغ كبير وهذا بصير بيطالبوا بالشريعة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، لما بيكون المبلغ صغير، عرفت كيف؟ يعني فالله قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. بعدين شو الله قال؟ وإن يكن لهم الحق شو بيساووا؟ يأتوا إليه مذعنين. إذا شغل إلهم
مثل اللي هدول بيسافروا على أوروبا، شو بيساوي طارق؟ إذا الأمر يتعلق بمغنم له بالقانون الأوروبي، أخي أنا مع القانون، أنا بلد في قانون، أخي أنت مسلم، لا. وإذا شغلة ضده القانون ضده، لك أخي أنا مسلم، كيف هيك زوجتي بتعمل فيني؟ طيب يعني الإسلام بشيء وشيء، يعني أكل هذه المرأة ادعت على صحابي إنه أخذ منها أرض وما أخذ منها شيء، شو صار؟ دعا عليها. فأنا أستغرب ممن يصلي ويصوم وكذا ويأكل حق أخته وبيدني نفسه على حق الضعفاء اللي ما عندهم شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا يا طارق، نأخذ أن الذي يأكل دراهم الناس وأموالهم وأمتعتهم مهما قلت فقد أغلق على نفسه باب الجنة وفتح على نفسه بابا من أبواب النار، صلى الله على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع بيمينه حق امرئ مسلم. شو بيمينه؟ هي للأسف شوفها كثير من المحاكم، بروح على المحكمة بيحلف زور وكذب وبهتان. قال: من اقتطع بيمينه حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني شغلة بسيطة، لو كانت بلاطة. قديش البلاطة طارق؟ أنت بكالوريا علمي، قديش البلاطة مساحتها؟ 40 سنتي، في نص متر. طيب أقل شيء بورسلانة يا سيدي صغيرة. النبي قال: شبر. قال: وإن كانت قضيبا من أراك، يعني لو كانت سواك، شفت المسواك هذا هيك العود الذي تحتقره، يعني ما له قيمة. قال: وإن كان عودا من أراك. واليمين إما شهادة زور حلف كذبا ليأخذ حق غيره بالباطل، أو المراد به السلطة والجاه والقوة. شو يعني؟ يعني واحد عنده علاقات مع السلطة، ما بيسترجي يرفع قضية، يقول لك أخي أنا، طب هذا إذا بدي أرفع، أنا بدي أخذ مثلا بيتي، ممكن يسجني أنا وولادي وأهلي وخرب بيتي، فراح حقه بسبب شو؟ اليمين هون لها معنيان، فراغ عليهم ضربا باليمين، باليمين في اللغة إما إيده اليمين الجارحة أو سلطانه، يعني عرف مشان نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ممكن مو بس إنه يحلف يمين بالمحكمة كذب، ممكن جاهه وسلطانه، هذه قوة. اليمين تأتي بمعنى القوة والسلطان، ونرى كثيرا من الناس لا تطالب بحقوقها خوفا على نفسها، وهذا للأسف موجود بين الذين يصلون ويصومون. طيب خلينا نأخذ مثال يا طارق. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع، يعني أواعي ثياب يعني، والحوائط يعني البساتين، ثم انصرفنا مع رسول الله إلى وادي ومعه عبد يقال له مدعم، فبينما هو يحط رحل رسول الله إذ جاءه سهم طائش حتى أصاب ذلك العبد فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة. شو قالوا الناس صارخ؟ الله يهنيه، هذا مع النبي وعم يخدم النبي وما تستشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رد على المتنطعين ورد على المتألين على الله، قال: والذي نفسي بيده، إن الشملة، يعني القلابية، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. عم يحكي إنه هذا سرق غل ثوب، سرقه، قال النبي يشتعل به. هلأ يا لطيف طارق، شو مئات الملايين من الدولارات، وسبحان الله من يومين كنا عم يحكي أنا وياك إنه مليونين دولار وما بعرف شو، هي يعني أرقام عادية، وين أنا عادي إنه سألتك قلت لك إنه شو صار فيه، يا عادي ما في شيء،
يعني ليش؟ لأنه لو فهموا هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول على مستوى جلابية، جلابية إذا واحد سرقة وهي مستعملة قال تشتعل به نارا يوم القيامة، ما بيكون عندك هالثقافة. الخوف من الله بحقوق الناس لا يمكن أن يشتري الإنسان أن يأخذ حق الآخرين ولو بسلطان أو بيمين كاذبة. طيب، فبعد أن سمع صحابة هذا الحديث جاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، فقال يا رسول الله هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله شرك أو شراكان من نار، يعني لو بقي عنده. يعني شو أجلك الله طارق، شو معنات الشرك؟ يعني شحاطة، قال له شحاطة من نار، حذاء يعني. يا لطيف، فلا ينبغي أن يفرح الذي يختصب أموال الناس وبيوتهم وحقوقهم، خاصة الذي يأكل حقوق إخوته البنات. يعني واحد أخواته بنات وما عندهم خبرة ولا دربة يروحوا على المحاكم ولا كذا، مأمنين بأخوهم، فهو بالوكالة العامة اللي سووه له أخواته البنات يأكل حقوق إخوته، فهذا لن يرى خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، الفرح بالحرام سيعقبه حزن طويل وألم شديد، وهذا الضحك الذي ضحكه بأكل المال الحرام سيكون بعده بكاء طويل وعويل شديد، وهذا ما قاله الله تعالى يا طارق فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ومن أسوأ، هون الشاهد بدنا نذكر هاي النكتبة يا طارق، من أسوأ صور أكل أموال الناس بالباطل واحد. أولا أكل ميراث الضعفاء من الورثة، أكل ميراث الضعفاء من الورثة كالإخوة والأخوات وما شابههم. يعني حكينا هاي عنا، واحد الله عز وجل جعله وكيلا على إخوته في الميراث، بيقسم الأراضي، بيعرف أنه هاي الأرض بتطلع بالتنظيم له، بيأخذها له والتاني، فيأكلوا أموال الميراث. هذا أسوأ واحد. ليش؟ قال تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثانيا، التحايل على الورثة لإعطائهم القليل من حقوقهم، بإلا لأخته يعني هي وزيادة، أنا أبوكي كان يعني كان بده يعطيني هي بس مات وما خبركن، أنت شو أنت عندك جوزك عنده، يعني كل هذا ما بيجوز. التحايل على الورثة بإعطائهم القليل من حقوقهم استغلالا لجهلهم بالأسعار والأثمان، ما بيعرفوا هني كم وحدة صاروا طارق؟ طيب، اثنين. ثالثا، التلاعب في توزيع الأسهم بين الورثة ليأخذ الكبير الحصة الكبرى والنصيب الأوفى، وهي للأسف يعني أنا رأيتها في حياتي كثيرا. أيضا من يستغل مرض أبيه حتى يأخذ توقيعه على أوراق فيها بيع وشراء بعد وفاته دون أن يكون الأب أو الأم بدراية. أمه مريضة وعندها زهايمر ما بتعرف شو القصة، بيوقعها بيختمها، وأنا بعرف ناس للأسف وبيصلوا ومكمل الصلاة وأموره تمام وما في شيء يعني، وبيسألك أخي فتحوا العمرة ولا ما فتحوا العمرة؟ حرامي رسمي وآكل حق أخواته، ويعني وبيلبس لك هالعباية بيجي لك على صلاة الفجر وحركات. أنا ليش عم بحكي لك طارق هالكلام؟ مشان ما تتاخذ كتير بالمظاهر، الأصل التعامل. طيب، الله قال تعالى يحذر هؤلاء
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحذر الذين يأكلون التركة والإرث من العواقب يوم القيامة، قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بعدين شو مباشرة قال لهم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يذكرهم مباشرة بوبال أفعالهم، أن يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. لاحظ ما قال وجيء يومئذ بالجنة، ليه؟ لأنه ماذا كان قبل يا طارق؟ كان قبل حديث عن أكل أموال الناس، قال وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وقت بيتذكر شو ساوى وشو زور شو، وأن له الذكرى، شو ما بيستفيد، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله. بالإضافة لهذا كله يا طارق، هناك فضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي أبو هريرة قال قام فينا رسول الله ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. شو الغلول طارق؟ شو الغلول؟ الغلول يعني السرقة، الاختلاس بلغتنا، يعني غل يعني سرق اختلس. الغلول هو الاختلاس من الغنائم، ويسمى اليوم الاختلاس من المال العام أو من مال الأمة. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعني النبي عم يقول أنا مو يجيني واحد يوم القيامة أخذ حقوق الناس اللي أنا يا رسول الله أغثني، أنا بلغتك أنه مال حرام لو كان عود مين أراك. طيب الشاهد أنه في فضيحة أنه يوم القيامة يأتي برقبته ما سرق، وهذه فضيحة طارق على رؤوس الأشهاد. هلأ الواحد منا الله يتوب علينا يقول لك نسيانين الكاميرا مفتوحة، الموبايل سكرنا الميكروفون، صح ولا لا؟ يعني نحن نمشي بستر الله. طب كيف يوم القيامة الله بيفضحه للواحد انه شو سرق بيفضحه؟ اللهم استرنا بسترك الجميل واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. طيب الله، ما هي ان ابشع انواع الغلول يا طارق والاختلاس؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقبح وأقذر وأبشع أنواع الاختلاس الاختلاس من المال العام ومال الأمة، وأن جزاء فاعله نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم، الدليل يا طارق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والمراد هنا بالمال بمال الله أي المال العام. يعني بيقول لك أخوان يجوز يسرق من الدولة الكهرباء، يعني خلينا نأخذ، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في سورة بالقرآن الكريم حافظين نحن صغار طارق وجزء عما، ويل يوم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فهؤلاء هم الذين يقتطعون جزءا من الحق الذي عليهم. يعني دائما بيسرق شغلة عن ناعم، يعني كذا يقول لك أخي درهم درهمين مئة كذا، ما حدا منتبه. شو اسمه هذا باللغة؟ غلول، أو باللغة العامة الآن اختلاس. في ناس بيسرقوا هيك طارق، انت بحياتك العمليه ما شاء الله كنت مديرا في اكثر من مكان، ما شفت ناس بتسرق؟ وفي ناس بيكشفوا سرقتها، خبرنا اخونا وحبيبنا بتعرفه بعد سنوات ما حدا بيعرف انه عم يسرق. شركات وبيدفعوا اموال للمحاسبه مشان يكشفوا السارقين خلال، بيقول لك هذا سرق خلال سنوات. طيب كيف يوم القيامه؟ اذا بالدنيا في شركات موظفه تاخذ نسبه مشان نجاوبك، إذا ما دفعت لك كمان ممكن ما تعطيك صح نتائج. طيب كيف يوم القيامة؟ قال إن رجالا، صلى الله على سيدنا محمد، كتبت الحديث، إن رجالا من أمتي، يا لطيف يا لطيف،
ومن المطففين أولئك الذين يرفعون أجرة بيوتهم على المستأجر رفعا منكرا ويطلبون أكثر من أجرة المثل أضعافا مضاعفة ويستغلون بذلك حاجة المستأجر وأنه لا يجد بديلا وقد يبقى في الشارع في الطريق هو وأهله وأولاده. هي من الرحمة، هذا من أيضا من الاستغلال المنهي عنه. إذا أردت أن تسعد المستأجر وهو فقير الحال فلا تطلب منه أكثر من الأجرة المعقولة، وإذا كان ما عنده خفف عنه حتى يخفف الله عنك. الله. ومن التطفيف يا طارق، وهي أنت الله عز وجل جعل تحت يديك موظفين انشرها لكل المدراء من أترابك. ومن التطفيف المتوعد عليه بالويل إنقاص أجر العمال عما يستحقونه مقابل جهد وخبرة كبيرة وإعطاؤه ما دون ذلك واستغلال حاجته للعمل. بيقول لك وين بده يلاقي؟ هو بيستحق مثلا 100 وأنا عم بعطيه 10، طب ليش ما عم تعطيه 100؟ ما رح يلاقي برا. هذا الجواب أصلا الجواب هو منكر أكثر من الفعل، لأنه عم يبرر أنه ما هذا أنا عم بعطيه 10 خلي يروح على غيري ما حدا بيعطيه. فوالعياذ بالله هذا نوع من شو اسمه طارق من يدخل في تحت قوله تعالى ويل للمطففين. طيب قال الله تعالى في الحديث القدسي 3 أنا خصمهم، فذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، يعني لم يعطه أجره كاملا صلى الله على سيدنا محمد. الآن حكينا في جهة تانية، الجهة التانية في واحد بياخذ أموال الناس وعليه ديون ويقيم حفلات باذخة ينفق فيها مئات الآلاف من الأموال والدائن يطالبه بوفاء ما عليه ويماطل، فهذا من الذين قال فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني هو عنده بس بماطل، وهذا من أنواع أكل حقوق أموال الناس بالباطل. الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا طارق من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وكذلك لا يجب عليه الحج إن كان عليه دين للناس إلا إن أذنوا له بذلك. يعني أنا كثير بيسألوني إنه أخي أنا ممول سيارة على البنك مرابحة إسلامية أو شاري شقة بدي أروح على الحج بجوز روح علي دين؟ الدين نوعان يا طارق، نوع يؤدى بانتظام، يعني أنت كاتب شيكات للبنك يأخذها وأنت تعلم أنه مثلا الحج كلها 10 أيام 15 يوم، هو الحج 3 أيام لكن إذا بده يزور المدينة ويجلس في مكة خلينا نقول 15 يوم، الشيك استحقاقه كل واحد شهر مثلا أو أي تاريخ، ما دام موجود الدين لمرابحة شقة أو بيت بجوز أنك تذهب إلى الحج وعندك زائد ما في مشكلة أبدا. لكن هذا غير صورة تانية، واحد له معي مال أنا مثلا أقرضني 100,000 وأنا بدي أروح الحج والحج بتكلفني 100,000، بروح لعنده بقول له أتأذن لي أن أحج وأن أعطيك المال بعد أن أرجع على أقساط؟ فإن وافق أجزأه ذلك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا أردت إسعاد الناس والعباد فأدي إليهم حقوقهم كاملة غير منقوصة دون تسويف ولا تأخير ولا نقصان. اللهم اجعل رقابنا بريئة من حقوق العالمين يا رب العالمين،
والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وبارك لنا فيما بقي من شعبان، بلغنا رمضان، أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام يا رب يا رب. أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فاغفر لنا مغفرة عامة شاملة وتب علينا توبة نصوحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.